قال فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل، لأن الحنابلة يشترطون في المني إذا خرج أن يخرج بلذة، لأن المني قد يخرج بلذة وقد يخرج بسلس وقد يخرج بشدة البرد أو غير ذلك من الأسباب، آلام في الظهر أو غير ذلك، يعني إما أن يخرج بلذة وإما أن يخرج بغير لذة بمرض، والمرض إما البرد الشديد وإما الحصر الشديد، عفوا إما البرد الشديد وإما السلس الذي يصيب، وإما آلام، المهم أنه يخرج بغير لذة.